ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرة على رياضية. هولندا في مواجهة البرازيل الأربعاء 8 صباحا مباشرة على رياضية. منافسات الملاكمة ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرة على رياضية. تشاهدون منافسات الملاكمة الفترة الصباحية ليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 10 صباحا مباشرة على رياضية. مشاهدينا الاعزاء متابعتنا الرياضيه لكم تمنى توجدكم، مرحبا بكم ضمن فعاليه الجوله الثانيه من منافسات رياضه ركوب الامواج لحساب اولمبياد باريس 2024. بطبيعه الحال قبل الخوض في تفاصيل نرحب بالخبير الكاتب العام لدى الجامعه الملكيه المغربيه او المدير التقني عفوا للجهاز الملكي المغربي لركوب الامواج محمد اخي ناجي. مرحبا بك استاذ عثمان. مرحبا بك استاذ عثمان.